صاحت يا شيا النعش ابوي تاني. الله اكبر الله اكبر. انت موقف ويا زينب ها وصيح الى اين تريدون بنعش امير المؤمنين. صاحت يا شيا النعش ابوي ابوي تاني تاني. انا بس سائل او يقصر لساني. اي والله بس سائل او يقصر هاي لساني. اريد ون ون بعدها اكثر من هذا. وين ما تحل وين ما موجود وين لما تسمع هذا الصوت ون ولا تبالي. واذا واحد سألك قال لك ليش تون قل له فقيدنا فقيد فقيدنا امير المؤمنين ون على ابونا علي. انت اريد منك الونها اكون مشتركة وواحد يرد على واحد. الله لا يخليكم تونون على عزيز او منظيم او من علة. زينب واقفة على باب الدار بنات رسول الله ونعش الامام وطلع من الدار الصاخة يا ولا ولا يا شيال نعش ابوي ونا اي ويردن بناتي ويا شبعان شاف منا يا ولا يا ابونا الراح منا يا ولا يا ابونا الراح يا احمل. العزاوي تشكلها زينب تصيح ورا نعش ابيها وين وين بنعش ابونا وين بنعش ابونا تريد وين بنعش ابونا تريد بيريض يا شياله. والله مجبل على الناس العيد ليش تيتم عياله اي ليش تيتم عياله.